تعبانة ولا ايه؟ لا تمام، عالي شوية بس هاخد نقط تظبطه. هروح اجيب لك النقط. لا لا مش دلوقتي، روح اطلع انت نام عشان بكرة وراك شغل. طب انت كمان بتصحي بدري الولاد ومحتاجة ترتاحي. حاسة ان انا مخنوقة وعايزة اقعد لوحدي. يا سارة احنا مش اول مرة نتعرض للكلام ده، ده احنا جدا نحاست. المهم ان الولد كويس؟ الحمد لله. طب انا مش عايزة اطلع واسيبك بالمنظر ده. مش فارقة، روح انت ارتاح. ارتاح ازاي وانا شايفك كده؟ شايفني ازاي يعني؟ بقولك انا مخنوقة شوية يا اخي وعايزة اقعد لوحدي، فيها حاجة دي؟ ايه ده؟ ايه الطريقة اللي بتكلميني بيها دي؟ مش عاجباك طريقتي دلوقتي؟ خلاص ما بقاش فيا حاجة عاجباك؟ ده كده في حاجة بقى. لا انا فيا حاجات ومعبية اكتر، قلبي اتملى على الاخر وما بقاش قادر يستحمل ويشيل. انت لو شلت ربع اللي انا شايلاه اكيد هتطق وتنفجر في وش اي حد. يا سارة ما انا كمان متمرمط في الشغل عشان اقدر ادفع المدارس والاقساط والعلاج، كل واحد بيقوم بدوره. تعرف انا لو شفت تامر جراله حاجة ولما يقع ولا نفسيته بتبوظ لما اصحابه بيتريقوا عليه بحس بايه؟ بحس ان انا بكره نفسي، ببقى عايزه اخنق روحي عشان انا السبب في ده، انا اللي جبت له المرض، انا اللي اديته له. انا ما كانش ينفع اتجوز ولا اخلف ولا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ حرام عليكي. ما هي دي الحقيقه، احساس بالذنب بيزيد عندي كل يوم وبيتلف حوالين رقبته وبيصحيني من احلى نوم، نظره عينيه المكسوره قدام صحابه، كتر الحاجه اللي انا بقولها لعيلتي ولعيلتك لما حد بيعزمنا على فطار في رمضان وان احنا البيت عندهم او اي مناسبه. حبيبتي ما انت اللي قررتي ان ما حدش يعرف. ما ينفعش، مش هستحمل كسرته قدام ولاد اختك ولا ولاد اي حد من العيله. اديك شفت اللي حصل له في المدرسه لما اضطرينا ان احنا نقول. ابنك لما بيتزنق بيعملها على نفسه، ما يقدرش يمسك نفسه. فهمت بقى انا ليه خبيت وخبيت مرضه؟ فهمت يا